تست. ازيكم؟ في الحلقه دي هنتكلم عن ازاي نعمل فريم وير ابديت للكاميرا كانون بتاعتك. واللي ما يعرفش يعني ايه فريم وير ابديت، هو عباره عن ممكن اشبهه لكم كده بالابديت بتاع السوفت وير بتاع اي موبايل. كل فتره شركه الموبايلات بتعمل سوفت وير ابديت جديد علشان يقدر الموبايل بتاعك يتحسن في الاداء بتاعه. زي برضو موضوع الكاميرات، الشركات بتاعت الكاميرات لما بتنتج كاميرا جديده وبتنزلها طبيعي ممكن يحصل بجات، يحصل مشاكل، ممكن تيجي شوية تعليقات من مصورين كبار جدا للشركات دي وتقول لهم ان في مشاكل في الكاميرا. فالشركة بتعمل فريموير ابديت تنزله على الويب سايت بتاعتها عشان تعمله داونلود وتحطه على الكاميرا بتاعتك ويبدأ يعالج كل المشاكل دي. فالنهاردة هنتعلم ازاي نعمل فريموير ابديت للكاميرا بتاعتك. كل انت هتحتاجه عشان تعمل فريموير ابديت سليم 100% 3 حاجات. اول حاجة جهاز كمبيوتر، مش هيفرق اذا كان ماك او ويندوز، لو بتتعامل مع ماك اوكي، لو بتتعامل مع ويندوز اوكي. تاني حاجه بطاريه الكاميرا اللي لازم تكون مشحونه 100%، ما ينفعش تبقى ناقصه خالص. تالت حاجه ميموري كارد للكاميرا بتاعتك. فخطوه خطوه كده هقول لكم ازاي تعملوا داونلود للفريم وير وتثبتوه على الكاميرا. اول حاجه هتخش على الويب سايت بتاع كانون اللي هسيبه لكم في الديسكربشن، هندوس على كلمه درايفر اند داونلود، وهنا ممكن تدور على اسم الكاميرا بتاعتك في السيرش او ممكن تدوس على اي او اس اند تريبل ديجيتال كاميراز. هندور على اسم الكاميرا بتاعتنا، وانا هنا هختار ال 5D مارك 4 لان هي كاميرتي. هندوس على كلمه درايفر اند داونلود وهنلاقي تحت كلمه اسمها فريم وير، هندوس عليها. هتلاقي هنا اجدد فريم وير نزلته الشركه وموجود للتو سوفت وير اذا كانت ويندوز او ماك، وبما ان انا بتعامل مع ويندوز فانا هختار الويندوز. هتدوس على سيلكت وتعلم على المربع ده وبعدين تدوس داونلود. هيتعمل له داونلود طبيعي خالص اكنك بتنزل اي حاجه، وهينزل فايل ده زيب فايل، تبدا تعمل له اكستراكت، وده شكل الفايل او شكل الفريم وير اللي احنا هننقله على الميموري كارد. الخطوه اللي بعد كده ان احنا هناخد الميموري كارد ونحطه على الكمبيوتر ونعمل له فورمات، بعد كده ننقل الفايل اللي هو بتاع الفريم وير على الميموري كارد ده. هنحط الكارت ده في الكاميرا تاني، واهم حاجه عندنا زي ما قلت لكم موضوع البطاريه. البطاريه لازم تبقى مشحون 100% علشان الكاميرا ما تفصلش، عشان لو فصلت في النص هيحصل مشكله كبيره وهتضطر تدخل الكاميرا بتاعتك في التوكيل. هنروح على منيو الكاميرا وهنلاقي الفريم وير رقم 6 في قائمه السيتنج اللي هي بتبقى لونها اصفر. هيطلع لك طبعا الكرنت فريم وير اللي موجود في الكاميرا وهيقول لك عايز تعمل ابديت، هتدوس اوكي. هيعمل لودنج شويه، بعد كده يظهر لك الفريم وير الجديد اللي انت حاطه على الميموري كارد. هتدوس على زرار ست، وبعد كده الكاميرا هتبدا تعمل ابديت للفريم وير بتاعها. هو بياخد وقت شويه، فانت سيبه، خليك صبور وما تجيش جنب الكاميرا نهائي. بعد ما يخلص الفريم وير هتقفل الكاميرا بتاعتك وتطلع البطاريه لمده 5 ثواني وتحطها تاني وتشغل الكاميرا. كده خلاص انت عملت فريم وير ابديت للكاميرا بتاعتك، ومبروك عليك. موضوع الفريم وير ده كتير قوي من المصورين بيتغفلوا عنه، لكن الصراحه هو مهم جدا، فانت ما تكسلش، الموضوع مش هياخد معاك نص ساعه يعني. بس الحلقه كده خلصت، يا رب تكون استفدتوا. لو عجبك الحلقه ما تنساش اللايك الجامد، واعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل. سيبوا لي رايكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام. عجبني انا السيت اب الجديد ده، مش عارف اذا كان عاجبكم ولا لا، بس بيقولوا لي في الكومنتات.